العدو وقت بده يشن حرب بده ياخذ اعتباره شو نوع الأسلحة اللي بده يواجهها والقيادات اللي بدها تواجهها. اليمين اللبناني، الجبهة اللبنانية، القوات اللبنانية إلى آخره، كانت لها مصلحة في تصفية القضية الفلسطينية. استطاع أن يؤخر تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية. كانت تجمع كافة القيادات العسكرية والسياسية والتنظيمية على شخصه. كل دولة في العالم إلها استخبارات في بيروت وبتستطيع إنها تحرك أي جزء من جماعتها. كمل المسيرة بدون أن يعتصم إلى منطقة الكرامة. كان يعرف تماماً أنه في دائرة الهدف للاغتيال الجسدي. من لم يزامن أبو الوليد بهذا الوضع المقاوم لم يعش فعلاً محطة من محطات النضال العربي الجميل.